طيب بصوا لنا يلا كده، عندي اساتذه مسك لنا الشكلين دول كده، الجمال كده عندهم. ادي كده عندي مسكت شكل بيضاوي بقى كده اهو، حركه تحت شويه، يلا بينا امسك لنا الشكل ده، شيب بلدر تول بالشيفت، هات لي كده، هات لي دول كده عندي مع بعض، هات لي كده عندي دول مع بعض، شيب بلدر تول، يلا الت تك تك، هاري كده الجزمه بتاعتنا كده عندي اهي اللي بتتزحلق بيها كويس. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، ادي الجزمه اللي بتتزحلق بيها، ادي الجزمه اللي بتتزحلق ايه اللي بتتزحلق بيها كده عند اهو. طب حلو، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، يادة الظل اللي هو تعبه، الظل اللي هو تعبه ده كويس. تعالى كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى كده مع بعض عايزين نعمل نفس شكل الظل، نفس الجزمه كده عند اهو دي، خليها فاتحه فتحة شوية. طيب تعالى كده مع بعض، هات لنا النقطة دي، بص مع بعض، ديليت انكور بوينت، الغي لي النقطة دي، لغيت النقطة دي، امسك لي كده النقطة دي كده عند اهوت، هي نقطة واحدة. تعالى الغي لنا الكيرفات بتاعتها، مش محتاجين كيرفات، مش محتاجين لها كيرفات، بس كده عنده ودنيتنا جميلة كده عنده اهو كويس. امسكها لوحدها، ممكن تطلعها هي لوحدها بره بره سنة، بس خلاص كويس عشان تتظبط كده عنده. هات لي بقى كده عندي ايه، هات لي الكلام ده، خد لي مني نسخة، نسخة تانية كده عنده اهو جميل. طيب تعالى لي بقى كده مع بعض كده عندي ايه، خلينا اللي ورا ده لونه غامق، جميل. تعالى كده مع بعض كده عند اهوت ده كده عندي اهو، اعمل لي بقى كده عندي ايه، سيكل الشكلين دول، شيب بلدر تول، طير الحته اللي فوق دي، بس كده امورنا طيبه، امورنا 10 على 10. جزمة جميلة كده عندها هي بالباتيناج بتاعها، شوف بقى كده ايه، ظبطت النتك، نزل النقطة دي تحت، النقطة دي والنقطة اللي جنبها، مش عايز انزل، تيريت تيري تيري تيت تيت. بس خلاص. طيب لو الدنيا كانت واقفة معاك على الآخر يعني، الجمال كده عند أمك، الجمال كده عند أمك. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده إيه، كنترول جي، هما كمان كنترول جي، كنترول جي، أدي كده الجزمة إيه، الجزمة بتاعتي. طب منزلين كده عندي 3 نقط لتحت، هو ده ألوان فاتحة طبعا، أنا اخترت درجات تانية غير اللي هو اختارهم، هو مختار لدرجات تانية غيري، ماشي مش مشكلة، عايز يفتح شوية أهو، خلي كده عندي ده اهو، فتح شوية على الآخر ده كده عندي، افتح منه كده اهوت، وتعالى لي كده عندي هنا بقى كده اللمعة بتاعتها كده اللي قدام دي،
يعني مش أبيض يعني، خليها درجة كروماتيسم. إيه درجة كروماتيسم كده عندي، مش عارف انتوا شايفينها ولا، بس انا شايف في درجة تانية كده عندي. كويس، تعالى كده نزل لنا كده ايه 3 سنون اللي تحت، 3 سنون ادي سن ده كده مع بعض، فك الجروب ده كده مع بعض كده. عندي اوبجكت، عندي ان جروب، رجع لنا دي كده، عندي نفس درجة مين، نفس درجة ده كده عندي اهي الجزمة بتاعتها. طب دلوقتي كده مع بعض كده عندي جميلة جميلة بنفس اللون الغامق اللي تحت، دي بنفس اللون الغامق اللي تحت. طب جميل حلو، تعالى اعمل لهم محاذاة، محاذاة كده عند الأسفل. خدتوا بالكم الشغل بيبقى عامل ازاي يا اساتذه؟ فما تتعبوش بالله عليكم، ما تتعبوش في الشغل، هو الشغل كده، الشغل كده، الشغل كده بتاع الاستريتور كده، شغل الاستريتور كده. فيعني بالراحه شويه كده ايه على حته الاستريتور دي، الاستريتور ممتع وبياخد الوقت، بياخد الوقت، بياخد الوقت، بياخد الوقت. بس كده، بس كده. هات لي كده عندي دي كده عندي اهوت كنترول جي جروب، عملت لهم جروب. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، عايزين نبص كده عندي ايه اخبار عبد الله، البنت بتاعتك طلعت راحت فين؟ عبد الله البنت بتاعتك طلعت راحت فين؟ عامله ايه جايه البنت بتاعتك منين يا عبد الله؟ عبد الله موجود ولا خلعت؟ خلع عبد الله، قال لك يا عم سيبك منه، ده قاعد يشف لي، قاعد يجرب. ماشي يا عبد الله، يلا استاذ امسك لنا الاثنين دول شيب بيلدر تول. انتوا موجودين معايا اساتذه ولا انتوا كمان خلعتوا؟ اساتذه معاك هندسة، معاك ماشي احسن تسلم. تكونوا خلعتوا انتوا كمان يعني، انا ربنا قاعد شغال مع نفسي وانا قاعد احنا سرحان. نقدر، انا معاك يا مهندس. ماشي، بعد كده مع بعض كده عند اهوت نص الناس خلعت، انا بصيت لسه بص على العدد ده. ماشي مش مشكله، ماشي، المهم ان هم الفكره وصلت عندهم اهوت. تعالى لف، كبر البتاع دي شوية، لفها جميل كده عند اهوت. بدأت تبقى كويسة كده عند اهوت. ايوه فوسي والله ما حركته، بس كده عندك. طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي فك لنا الجروب ده، كنترول شيفت جي ان جروب، نزل لنا دي تحت شويه بس خلاص، امسك الجروب ده كنترول جي. طيب عملنا كده الزحليقه بتاعتها دي كده عند اهوت، فاضل بقى كده عندي ايه، فاضل كده عندي ان انا اعمل كده عندي ايه الرجلين بتاعتي، ادي الزحليقه
فاضل رجلين، رجل حمراء ورجل غامقة. اهي رجل حمراء ورجل ايه؟ ورجل غامقة كده، مربع احمر ومربع ايه؟ ومربع غامق. البينك، البينك الغامق. درجتين البينك ده. ادي مستطيل. تعالى دلوقتي كده مع بعض، هات لي ده، هات البينك وزيه بالظبط الت، خليني كده عندي ده اهو، هات اللي تحت ده، خليهولنا كده عندي الت، هات اللي كده عندي اهو، بس كده عندك تكلي الاتنين دول، كنترول جي. يلا اشتغل شوية كده. بس لازم نطبق بس كده، ورجعهم لنا ورا مين؟ رجعهم ورا ال عندي ايه؟ ورا الجسم بس كده عندك. يلا كنترول بس كده، بس كده امسك لي كل ده، كنترول جي جروب. حلو، هاري الجزمه بتاعتي. يلا الجزمه بتاعتها، الجزمه بتاعتها. يلا هات، شوف بقى كده انت هي عاملاها ازاي، معموله ازاي، ومنزلينها ازاي، واحده كده بزاويه والتانيه كده بزاويه تانيه، بس رجعها ورا البنت، ورا البنت كده عند اهوت، ورا الفستان، كنترول شيفت دي، كنترول شيفت دي، ورا كله اهي، وادي التانية كده النسخة التانية منها، كبر ادي البنت بتاعتي. كويس، ما هو كده الالستريتور يا اساتذه، هو الالستريتور. الله ينور هندسة، كويس، هو الله ده. ينور. بصوا اه، شفت انا قعدت عشان ارسم بقى دي اه، بس كده، وبقى عاملين بقى كده ايه الخطوط اللي وراها دي، اللي هي الايه اللي هي كده عندي، ان شويه النجوم وشويه الرسم اللي وراها، والخلفيه ايه، والخلفيه التلج الزرقاء دي، يعني، خلفية التلج، التلج. خلفيه التلج بتاعتي. والله العمل باك جراوند. اعمل بقى، والله العمل. يلا بينا، معلش استحملوني وقت، مش محتاجين دي، مش محتاجين دي، ديليت. يلا بينا، تعالى كده نمربع، طب ناخد البنت دي كلها، كلها كده عندها كلها، كنترول جي. خلاص عملنا لها كنترول جي. يلا روحي كده ايه مع نفسك، هنا بقى المربع ده اهو لونه سيان 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 سيان. رجعناه كده عندي ورا كله، كنترول شيفت جيم اهو، ورا كله. طيب عايزين بقى يعمل كده عندي ايه؟ عايزينه يعمل كده عندي اللي هو كده عندي ايه؟ النجوم اللي وراها دي كده عندي. تعالى كده مع بعض، احنا هنفتح كده اللير دي، نت في الجروب بتاع البيت. يعني كده عندي ايه؟ ادي خط، ادي ستروك، كبره، كبر لنا الستروك. كويس، كبر لنا الستروك كده عند اهوت، وتعالى كده مع بعض كده عندي ايه، وتعالى كده مع بعض عندي كتر. بص يا ستي، ادي الستروك بتاعنا، خلي لونه كده عندي ايه اهو، ماشي. طبعا هتبقى درجات بقى مختلفة، مش فارقة معايا بقى حتة الدرجات. وادي البين تول، ثانية واحدة.
طيب ماشي. ترجمت كده عنده اهو. جميل كده عندي، خدت كده عندي منها نسخة كنترول سي. أرد عليه كده، هات لي كده عندي، هات لي أداة الريفليكت، قلت لي كده عندي اهو. يلا ألت، تعالى كده نزلها لي تحت. صغر لنا الخط ده شوية بس. ده جميل كده عند دوت. مسكت الاتنين دول كده عندي، مسكت التلاتة دول اهمت، قلت اعمل لهم كده عندي ايه، أداة الروتيت، حطيت الانكر بوينت اهو، قلت اعمل كده عندي بالالت، جميل كده عند دوت. تعالى بقى اديني كنترول دي بس كده، يلا بينا امسكهم لينا كلهم. اطفي دي خلاص مش محتاجينها. قفلنا دي خلاص اهي، امسك لنا دول كلهم كده عند دوت، اعملهم كنترول ايه، كنترول جي، كنترول جي، كنترول جي، صغرناهم كده عند دوت. هذه الجروب بتاعنا، عايز صغر له ستروكاته، صغر له ستروكاته، جميل كده عندك. عايز تخليها ابيض، عايز تخليها بقى ايه زي ما انت عايز، ادي واحده للثانيه للثالثه، ادي الرابعه. فاضل لنا كده عندي مين؟ فاضل لنا كده عندي النجوم كده عندك، فاضل النجوم، فاضل النجوم كده عندك. يبقى كده عندي، ادي كده عندي اهوت، فاضل لنا النجوم، فاضل لنا النجوم بتاعتها دي. بص يا استاذ، النجوم دي هتتعمل ازاي كده عندي؟ خلي بالنا دي دلوقتي كده بقى. يلا بينا، هات لنا كده عندي نجم، فاكر بقى انتوا فاكرين الكلام ده ولا لا؟ طبعا انتوا نسيتوا الكلام ده كله. هنخلي كده عندي النجم كده عندي لونها ابيض، طبعا انا عارف ان انتوا نسيتوا الكلام ده كله. بالسيمبل في نجوم بس، يعني انا بقول لك لو حبيت تعمل نجمه زي دي اهي، هات لي كده عندي النجمه دي بأداة الروتيت، او لو حبيت كده ترسم نجمه تانيه كده عندوت، كنترول سي كنترول في، صغرها بس كده عندي جميل. نجوم بص يعني تحفة تحفة، خلاص كده بس كده جميل، بس كده مش محتاج تتعب نفسك أكتر من كده. دول هما كمان كنترول جي كنترول جي. يلا بينا صغر، واحدة هذه الثانية كبرها سنة، هذه الثالثة صغرها خالص أهي، وتعالى كده ايه الورد البتاع بتاعنا ده اهي كبيره خلاص اهي. ممكن تخليها بقى عامله ملتي بلاي لو انت حبيت، مش عارف براحتك، شوف انت عايز تخليها ايه، تغير لونها. ادي واحده تانية كمان اهي ورا صغنططه، لفه كده سنه اهي عشان تغير كده عندي، وادي واحده تانية كده عندي اهي.
قلل الاوباست بتاعت واحده، زود الاوباست بتاعت واحده، والبنت كده عندها اهي، طلع البنت بقى كده ايه فوقيهم كلهم، كنترول شيفت دال، ادي البنت بتاعتنا، كنترول شيفت دال فوقيهم كلهم، امورك طيبه احلى جمال، ما عندكش اي مشكله اهو. هدي هنا اهو، هدي النجم بتاعنا اهو، شغل بنت، قال الاوباستي اعمل اوفرلاي، شوف انت هتعمل ايه، الموضوع راجع لك انت، اعمل اللي انت عايزه. قال الاوباستي بتاعتها من عندك ترانسبيرانسي باستي 50، خلي الاوباستي 20، خلي الاوباستي 30، خلي الاوباستي كويس، عندك كام؟ 40. تمسك النجمه بتاعتك دي عندك كده، عندي ايه؟ عندك الافكتات بتاعتنا، افكت عندي فين؟ ستايلايز اوتر جلو، اوتر جلو كده عندي اهوت، قول له بريفيو اوتر جلو كده عندي ايه؟ لونه كده عندي اصفر اضاءه اهي، قول له اوكي كويس. تعالى لي كده عندي ايه؟ خليه لي كده عندي نورمال، زود لي كده عندي البلور بتاعته باستي، وانا بنزل اوتر جلو مش على الشكل ده، نزل حاجه شوف انت نازله في، على فكره في بس زياده على اللازم، الاوتر جلو زياده على اللازم، الاوتر جلو نازل بس زياده على اللازم كده عندك هنا هنا هنا، نازل بس زيادة عن اللزوم كده عندي، فعشان كده بص كده معايا ثانية واحدة، الأوتر جلو نازل هنا، أنا ماسك هنا واحدة أي نجمة شغال عليه، تعالى كده مع بعض. طيب احنا عموما خلصنا خلاص اهوت يا اساتذة، دقيقتين بس عشان احفظ لكم الصور، عشان اوريكم الصور دي بتتحفظ ازاي. هو ده الاوتر جلو ريفيو، تعالى كده مع بعض اديهولنا صريح، ما عايز اشوفه كده عندي اصفر صريح كده عندي، اشوف بس طلع فين الاوتر بلو. طيب البلور بتاعته قلله، ظاهره ظاهره، وادي الاوباست بتاعتي كده عندي قللها، خليه كده عندي 100%، وادي البلور بتاعتي اهو. طيب وخليه هنا لونه ابيض، وكرره كرره كده عندي، كرره عشان يدي لك كده عندي الاضاءه اللي انت عايزها، كرره كرره، اعمل لي كده عندي ايه في الايفكت ده اهو، تعال اعمل له كده عندي ايه، اعمل له دوبليكيت اهو، بصوا اهو اهو شايفين الاضاءه اهي زادت كده عندي اهي، الحته دي فيها اضاءه كده عندي اهي ظاهره كده عندي، بصوا اهي تمشي بالاضاءه بتاعتك، لو انت حبيت تدي لها كده عندي ايه اضاءات وبتاع والكلام ده كله، عيش حياتك، مش عايز اضاءات ادخل كده عندي على قائمه ابييرنس، اطفي الاضاءه ايه بتاعت حضرتك، اطفي واحده خلي الثانيه اهو كده باضاءه كده من غير اي، واضحه كده على الاخر كده في اضاءه، بس اضاءه خفيفه كده عندي بس كده، بس كده، ودينيتك كده عندي ايه دينيتك جميله، شوف الافكتات اللي انت عايز تحطها، ادي رسمه البنت، ادي الالستريتور، ادي الالستريتور يا باشمهندس من سكراتش، انا فاتح من ملف ايه، من ملف ابيض، من ملف ابيض، من ملف ابيض، وصلت كده معايا؟ ممكن نغير لون، شوفوا بقى اللي انتوا عايزينه كله كده عندي اهو، يبقى ده كده عندي البنت من ملف ابيض، البنت كده عندي من ملف ابيض، انا فاتح البنت من ملف ابيض، حضرتك ممكن تبتدي بقى كده ايه، هبعت لكم دلوقتي اسمها ايه يا ربي، الحياة دي كلها، المواقع بتاعت التوتوريالات دي كده عندي، هبعتها لكم على التليجرام عشان تبتدوا ان انتوا ايه تعرفوا تشتغلوا ايه، تشتغلوا بيها كده عندهم. طيب كده خلصنا كده المحاضره بتاعتنا كويس، معلش هندسه ابعت لنا بقى لينك الجروب بتاع الواتس، هبعته هبعت الشغل واوقف وابعت لكم اللينك كده عندي ايه الشغل. طيب قولي يا ساره عايزه ايه؟ هي المواقع دي بيتحمل من عليها الصور والخطوات الرسم، بس
المواقع دي بصي لو الصوره مرسومه مرسومه بيدي لك اللينك بتاعها، يقول لك الصوره مرسومه كده اللي انت هتبتدي تدخلها كده عندي عشان تشتغل عليه. كلها هي الخطوات الرسم، التوتوريال دي معنى كلمه توتوريال يعني خطوات، انا عايز خطوات الرسمه بتاعتي. وصلت؟ وصلت كده معايا؟ هي اساتذه تمام؟ وكده نكون خلصنا كده عندي ايه؟ تمام يا هندسه. برنامج الالستريتور لسه الاسبوع اللي جاي كله بقى حاجات بقى ايه؟ هجيب لكم لوجوهات، هجيب لكم رسومات من دي، واحنا شغالين نشوف الدنيا بتاعتنا، وانتوا برضو كل يوم بقى حد بقى يجيب رسمه ويبعت لي يفرجني يقول لي انا عملت دي، انا عملت دي، انا عملت دي، وتعالى لي بعد اسبوع لو عملت كل يوم رسمه شوف مستواك بقى عامل ازاي في الالستريتور. بس مهندس انا عندي مشكله لما بعمل سيليكشن على اي اداه، اي رسمه بعملها السيليكشن ما بيروحش، في ادوس شيفت او حاجه او كنترول مع اي حاجه. كنترول شيفت ايه؟ كنترول شيفت ايه الغير شيفت ايه 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 حرف ايه من احمد. تمام كويس، يلا هبعت لكم بقى كده ايه، هقول لكم يلا هابي ويك اند، اجازه سعيده عليكم كده ان شاء الله، اشوفكم يوم الجمعه ان شاء الله مع تكمله المحاضرات بتاعتنا. كويس، وهبعت لكم المواقع اللي فيها الكلام ده كله، هبعت لكم المواقع اللي فيها الكلام ده كله عشان تبتدوا ان انتوا تتدربوا وتفرجوني كده على الشغل بتاعكم. يلا هقول لكم في امان الله، السلام عليكم يا باشمهندسين، مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله.